هاخد ركز على ده. الأرجنتين في النهائي، مين يواجه الأرجنتين؟ المغرب إن ولا شاء الله فرنسا؟ المغرب بإذن طيب الله. قبل ما إن أتكلم شاء الله. كورة عايز أقف معاكم في نقطة مهمة. أنا كان معايا روبرت يارني نجم كرواتيا في التسعينيات، في 98 الجيل اللي خد البرونزية، وكان معايا مهدي نفطي طبعا طبعا المغرب نجم تونس، والاثنين سألتهم على فكرة المكاسب اللي حققتها الكرة العربية والكرة الأفريقية عموما، يعني من مونديال 22. احنا شفنا حاجات كتير جدا بتتكسر، حاجات بالنسبة لنا كانت أشبه بالمستحيلات مستحيل بالظبط قبل البطولة، طبعا. إنك أنت تكسب منتخب زي الأرجنتين أو تكسب منتخب زي فرنسا البرازيل أو تكسب فرنسا منتخب زي فرنسا أو تكسب منتخب زي اسبانيا بلجيكا البرتغال وأسبانيا بالظبط وبرتغال. اسماء دي أه كانت بالنسبة أبطال لك. عالم وأبطال فلما أوروبا يحصل يعني. ده كله في مونديال واحد، ممكن يحصل مرة، يحصل في يعني في لقطة، لكن إن كل ده يحصل في مونديال واحد، وإن منتخب عربي أفريقي يصل لفكرة المربع الذهبي، دي ما كانش متفق، ما فيش حد مش طبيعي، كان مش منطقي، متوقعها انها تحصل. مش ايه منطقي. اللي اتغير بقى، او ايه المكاسب اللي رجعت علينا بصرف النظر عن ماتش النهارده بعد المونديال؟ نادر طبعا هيخلي الناس نفسها النهارده دي اللي ميل، يعني بذكر الشيء بالشيء، جابوا كان في مره كان ميكيل ارتيتا بعد ما كسب مانشستر سيتي السنه اللي فاتت كان عامل زي كونفرنس زوم كده ما بينه وما بين مدربين بيشرح لهم اللي عملوا في مباراه مانشستر سيتي، من ضمنهم كان وليد الاجراجي. ايوه فهم اشاروا للحته دي وقال لك ان وليد الاجراجي مش مدرب وليد الصدفه، يعني هو متولي قياده المنتخب المغربي في شهر 8 اللي فات، وفكره ان هو يقود جيل من بعد ما كان الجيل ده مهمش، وجيل كان فيه مشاكل ما بينه وبين المدير الفني السابق، وجيل ما بينه وما بين اللعيبه نفسها مشاكل ما بينهم وما بين بعض، وان هو يقودهم لنصف نهائي كاس العالم بعد ما يطيح باسبانيا والبرتغال وقبلهم كرواتيا وبلجيكا، ده شيء مش طبيعي خارج حدود المنطق. بالاضافه كمان للمنتخب السعودي، المنتخب السعودي اللي اصلا 90% او 95% من اللعيبه اللي موجوده فيه بتلعب في الدوري السعودي، ايوه بيكسب الارجنتين اللي هي تكاد تكون دلوقتي بطل العالم. بس الماتش ده كان ليه ظروف خاصه طبعا يعني، طبعا خليه برضه خليه ارجنتيني على فكره، لا لا هو بقى باين على عليه فكره لا اه، لا طلع البطاقه هتلاقي محطوط فيها علم لا لا والله الارجنتين. لا والله يا استاذ احمد، بس هي ماتش فعلا كان ليه ظروف خاصه ايوه يعني، لو اتعاد 100 مره السيناريو ده بص بصرف النظر عن ظروف صعب، خاصه بس من فكره عدم، انه في حصل النهايه اتكتب في التاريخ ان طبعا طبعا السعوديه انجاز كسبت، انجاز وانه ان تونس رغم نكري انها خرجت كسبت فرنسا فرنسا، بالظبط، وانه المغرب وتاريخ كسبت تاريخ. بلجيكا واسبانيا انا شايف ان ده سببه والبرتغال، الاساسي يا احمد، حضور الاجنبي الكاميرون كسبت والكاميرون كسبت البرازيل، البرازيل يعني اول صحيح منتخب افريقي في تاريخ صحيح يكسب في الكوره يكسب مباراه كاس عالم، برازيل في يكسب البرازيل فعلا. فبالتالي تبني على ده ازاي وتطلع بعد كاس العالم ما يخلص وخلاص المونديال انفض بمكاسب ايه للكره العربيه والافريقيه، وتبني على ده ازاي ونظره الناس ايه المونديال 26 النهارده. انت كنت بتحلم كمنتخب مصر يا رب بس نتاهل كاس العالم، هي دي النهارده ممتعة القصه اختلفت تماما. طبعا. ما المغرب عملتها اهو، ليه ليه لأ؟ تونس وليه الجزائر وليه السعوديه بالظبط وليه الامارات، يعني كل الشعوب النهارده بتقول لك ما في تجربه قدامنا اهي، لعيبه ده بتلعب معظم المنتخب يعني باستثناء مزراوي وحكيمي وزياش وياسين بونو في مثلا، الوداد وفي في الدوري المغربي في طبعا الدوري طبعا، الدرجه الثانيه في فرنسا وفي في المجر وفي يعني، فبالتالي في تجربه قدامنا هنا نقدر نبني عليها. في ايطاليا باري شديرة يعني اللي هو مهاجم منتخب المغرب الاحتياطي اللي بينزل مكان، بيضيع كمية بس فرص الحمد لله ان هو اتطرد. بيضيع كمية فرص ربنا انه صح، مش الناس هيلعب بتقول لك كويس انه اطرد مش هيلعب سيمي فاينل الحمد لله، انا واحد ان انا مش عايز اشوفه سيمي فاينل، كفايه علينا يعني اللعيبه اللي موجوده. الراجل كان لولا كان نكسب البرتغال طب اربعه او هيضيع اسبانيا، المغرب في اخر كوره دقيقه 98 ده بخلال كرة اللب اللي حد الكره اللوب، ما لب هو في سيمي فاينل انت بتهزر. بخلاء ضيع كوره. انا عايز ايوه اقول لك بالظبط، يعني انا اتفاجئت انا قلت انت ساعتها بتلعب دي سيمي نقطة فاينل. تحول. نقطة طيب تحول. خليني اروح لماتش النهارده تحديدا، الطريقه تمام اللي نجح بيها رجراجي في قياده المغرب انه يتخطى الكبار، يكسب بلجيكا ويكسب اسبانيا ويكسب البرتغال، هل الطريقه دي كافيه وتسمح لي بانه يتغلب او يتجاوز منتخب زي المنتخب الفرنسي، ولا عليه انه يراجع حساباته وعليه ان احنا نشوف يقدم لنا منتخب المغرب النهارده بشكل مختلف كسكواد وكطريقه لعب؟ شريف خليني اقول لك على الطريقه او الاسلوب اللي بيلعب بيه وليد الركراكي. انت بتلعب ب 4 3 3، القصه كلها والوصول انا بشوف ان المغرب وصلت للمرحله دي طبعا، اللعيبه كلها كانت على اعلى مستوى و11 لعيب قدموا مباريات كبرى كتيره جدا، بس القصه كلها في سفيان مرابط واشرف حكيمي، العنصرين دول تحديدا
لو فايقين. وياسين بونو برضو يا ياسين بونو شريف. ياسين بونو طبعا ياسين بونو ما نقدرش عامل بطوله دوره خرافية. انا لا كنت بتكلم على 90 دقيقه 90 دقيقه كلاعيبه في الملعب. أوكي. بونو دوره ماشي. كبير قوي هو شريف يوصل اللي يمنعه اصلا لعيبه فرنسا توصل لبونو اللي يمنع ان انت تقدر توصل للجول. فانت النهارده مرابط لو فايق وقدم مباراه زي مباراه البرتغال واسبانيا وفي نفس الوقت حكيمي يلعب على مبابي صديقه في باريس سان جيرمان وكان ليهم على فكره تصريح نادر مع لوسيو في اول السنه دي في شهر يناير بالزبط. كانوا بيسالوا اشرف حكيمي لو لعبت مبابي وانتوا اصحاب جدا هم يعني صداقتهم كبيره قوي في باريس سان جيرمان لو لعبت مبابي في المونديال قال له سوف يعني امزقه يعني انا مش هسيبه مش هرحمه يعني مش هرحمه يعني فالنهارده انت ربنا يستر من التصريحات دي النهارده لو انت قدرت تمسك كيليان مبابي وجيرو تحديدا العنصرين دول في فرنسا ولعبت بنفس اسلوب مباراه اسبانيا والمغرب واسبانيا والبرتغال هتقدر ان انت تعمل زي كماشه كده على الاثنين دول ولو ان صعب جدا انت على مبابي وجيرو هو مبابي بس يعني انت لو قفلت على مبابي بس يبقى كتر خير زي لو قدرت فرنسا في مبابي لو قدرت ان انت تسيطر على خطورتهم انا اشوف ان الماتش ممكن يبقى متكافئ. طيب خليني اخدك لسؤال تاني تجربه مع اختلاف الظروف والملابسات عارف ان في ظرف غير لكن هل تقدر تقول انه تجربه تونس مع فرنسا في دور المجموعات من الممكن انها تبقى مفيده لمنتخب المغرب امام فرنسا؟ الافاده الوحيده هي فكره ان لو اللعيبه الاساسيه اللي موجوده ما قدرتش ان هي تصنع الفارق فمنتخب فرنسا دكته مش على المستوى اللي عليه اللعيبه الاساسيين. الا لما حصل في ماتش تونس منتخب تونس كان بيلعب لو هنقارن فمنتخب تونس لعب اول ماتشين مش باللعيبه دي يعني حتى منتخب تونس طبعا كان في تغيير في سكواد علي معلول واحد من اللعيبه اللي ما كانتش موجوده في اول ماتشين وهاب الخزري محمد علي بن رمضان ودول عملوا فرق كبير جدا في المنتخب عظيم التونسي وللاسف كان فوز شرفي مش اكتر جدا وجاي في توقيت يعني خلاص ما كانش ينفع لكن لما منتخب فرنسا بدا ينزل انطوان جريزمان ونزل كيليان امبابي شفنا شكل تاني في نص الملعب متفق هدف اتلغى في النهايه لكن انا بتكلم في نقطه بقى تانية خالص هي منتخب فرنسا الاساسي اللي بيلعب دلوقتي منتخب المغرب اللي بيلعب دلوقتي هينسى تماما وده من تصريحات وليد الاجراجي نفسه لما قال انا مش يعني انا قدام اسبانيا او قدام المغرب او قدام البرتغال ما اتمكش على المنافسه اللي انا هلعبه بقدر ما انا عندي استراتيجيه واضحه انا بلعب عليها كل الماتشات اللي انا بلعبها وتحديدا ان انا بلعب مباراه في دور اقصائي فلما بلعب في مباراه في دور اقصائي دي فهي بتتلعب على التفاصيل الصغيره جدا زي تفصيله سليم ملاح لما عمل عطيه الله يحيى عطيه الله العرضيه اللي اتلعبت وعرضيه انت شايفها بالونيه يطلع يوسف النصيري يحطها تقتل الماتش وتخرج رونالدو بيعيط ياسين عطيه الله هو مدافع الوداد اللي الاهلي لعبه فاكرين الجول بتاع حسين العالمي ده اللي هو كان يحيى عطية الله كان هو يحيى عطية الله ساعتها كان جاي عين من الشمال هو كان بيلعب باك ليفت وكان التخطيط وصل الناحيه الثانيه بتاع ثرو باص بتاع اليو ديانج هو رايح فحسين الشحات بقى خده بقى استلمه يعني. يمين وشمال بس هو بصراحه في مباراه يعني اقدر اقول حسين الشحات ليه دور في تالق هو اللي خلاه يفقر النهارده انت النهارده واحد من اقوى مدافعين المونديال ده الحقيقه هو وكان لا انا بالتالي بعد المونديال ده لعيبه المغرب اللي موجودين في المغرب في حتى تانية. اللي بره حتى اللي بره بس يعني خلينا ليفل اب ليفل اب انديه اعلى بس يعني خلينا ارجع للنقطه بتاعت عطيه الله انا شخصيا كنت نصير مزراوي بيلعب باك ليفت اصلا في البطوله دي واشرف حكيمي عشان في مكانه كنت يعني مقلق من مزراوي قبل البطوله ما تبدا أي. لكن الراجل في الباك ليفت قدم مستوى عظيم لما حصل في مباراه البرتغال ولقيت ان خط الدفاع بالكامل يا احمد اتغير خط الدفاع بالكامل يعني رومان سايس نفسه اتصاب في اثناء الماتش وكان مصاب من قبلها وبدر بنون قبلها وبدر بنون لعب كمان في الماتش فلما لقيت خط الدفاع اتغير قلقت شويه من عطيه الله لكن بصراحه قدم مباراه كبيره عمل اسيست الهدف ومساعده كمان سليم ملاح ان هو بيغطي معاه تغطيه دفاعيه قويه وكمان سفيان بوفال طيب.